ليليان ليليان عرفو من المذيعات أو الإعلاميات الراقيات مش بس بلبنان وبالعالم العربي. عملت ندوات وشاركت بمهرجانات وكانت قد وقدود. استقبلت نجوم وكانت قد الحمد بزيادة. اليوم أهلا وسهلا فيك وشو جديدي؟ يعني أول شيء كتير مبسوطة عم بلتقى فيك بكل الموجودين. تسلمي الله يخليك. بعد هالانقطاع القصري اللي يعني لفترة طويلة. هلا جديد رح يفاجئك انه شوي انتقلت الى العمل بالسياسه. حلو. ما رح اترشح ابدا مثلا ولا شيء، بس عم بشتغل بمحتوى سياسي مشان هيك بعدت شوي عن الاجواء الفنيه. اصلا ما في اجواء صح فنيه بسبب الظروف، ازمات ومتابعه للازمات. ف شو جديد بالحياه؟ حلوه ليش لا؟ اشتغلتي بكل شيء بالمجال الاعلامي المقروء والمكتوب والمسموع والمشاهد، وكنتي نجمه قدرتي انك تثبتي اليوم الاعلاميه مش بس كوني جميله وصلتي، بده يكون في خلفيات لها، وكنتي قدها. انا بقسم لك بالعشره. عاده وقت اللي بيكون في شيء عم نسويه او حدث عم نسويه، شو بتعملي غير انك بتاخذي تقري اشياء قديمه، بتراجعي مين الموجود وشو شو الريبرتوار تبعهم لحتى انك تشوفيه؟ أهم شيء بسمع للضيف. حلو. لأن لو جمعت معلومات العالم والضيف قال شيء كتير مهم وأنا عم ركز بالسؤال اللي بعده لأني عملت ريشيرش، بيكون شيء فاشل. يمكن يقول شيء كتير انطلق منه لسؤال تاني أهم من يلي محضرته. فبتصور هي اللي إذا واحد يسمع هي هون الشطارة. ليه اللي عم يسمعوا اكثر اللي عم يحكوا؟ مشان هيك وصلنا لمرحله للاسف ما حدا عم يسمع ولا عم يحكي. هلا ولا عم يقشع ولا شيء. لا بس الجمال اكيد بينقشع. نحن تشاركنا بكثير مهرجانات وشفنا بعض بكثير حفلات، وبتذكر منهم وقتها الصبوحه الله يرحمها بالمرق على وفاتها. انا بدي اقول لك عم نخسر ناس كثير مهمه بالاعلام وبالفن وبكل شيء بسبب الظروف الراهنه. شو بتقولي بهالوقت بعد 4 عام لكل الناس اللي بكي دم مش دمع؟ قدرتي شي تمسحي دمع وتبطبي على حدا مجروح او كان انسان؟ بدي اقول لك شو ما عملنا وشو ما جربنا نعمل ومشكورين كل اللي عملوا بالكويت، بس شو هالدمعة يلي ما بتنمسح ولا بتنزل ولا بتنشال، شو ما عملنا ما بنقدر نبرر الامور يلي ضربوا بشكل مباشر. قد ما نحس معهم الجمره بتحرق مكانها ونقول حظهم سيء، وما رح نقدر نقول انه هي الحمد لله انا زمطت، لان كل واحد منا زمط وكل واحد كان ممكن يكون. فالله يعينهم، الله يصبر قلبهم. يعني اوقات بنقول ما بدنا نحضر لان دمدم قلبنا، بنرجع بنقول لا لازم نحس تنكون جزء منهم، مش نكون عم نتفرج انه حيدي عن ظهري بسيطه. عن جد من خلالكم شو هالكيس المر يلي بتحكي. صرخة موجوع. كلنا اللي ما انصاب جسديا انصاب معنويا. انا بدي اقول لك بكلمتك قدرتي يمكن توصلي او تمسحي دمعه حدا صار معه اي شيء. بدنا نقلب، ما بدنا نضل نبكي، وبدنا نقول بيروت بدها ترجع وعنا امل ان شاء الله رغم كل شيء. 7 مرات انقلبت بيروت من مي ولازم ترجع والاثنين كله. ايامنا بقى تقلب لا خلص اكثر من هيك ما بقى فيه. كل شيء مرق ايامنا يعني ما بقى تحمل فيه. انا بدي اقول لك يعطيك العافيه. انا بدي اقول لك ميرسي كثير. انت اضافه لكل حدا بيقعد معك وبيحكي لك من الجداد من الشباب اللي بيكونوا على درب الفن وبيشوفوك بيشوفوا حالهم فيك، ومن المخضرمين كمان ومن الكبار. هيدا بيسعدني ميرسي لكل الاحبه وليلي رح يسمعونا وبيشوفونا. شو بتحبي تقولي لكل تفائلوا بالخير تجدوه؟ عن جد مش كلمة، لأن لو ما هيك حتى الليلة ما شفتكم. إذا بدنا نفكر بي اللي نحن فيه ضوء نطفة من دون ما نطفي الضوء قعدنا وخلص. أنا بدي أقول لك ميرسي كثير. الله يخلي لنا إياك، يطولنا بعمرك ويعطيك الصحة وتنهي هيدي الابتسامة الحلوة من خالتي. شكرا لك.